جزاكم الله خيرا. السائلة منى ألف صاد، الجمهورية العربية السورية دمشق، تقول في هذا السؤال: لقد نذرت نذر وحان موعد الوفاء بهذا النذر، ولكن الظروف حالت بين ذلك ولم أستطع الوفاء به، وجاءت صاحبة النذر وقالت لي: لقد سامحتك بهذا النذر، والسؤال هل يسقط عني النذر أم ماذا أفعل، وهل يجب علي الكفارة؟ لا شك أن النذر إذا كان النذر طاعة، لأن نذرت أن تتصدقي على هذه المرأة وهي فقيرة من ذوات الحاجة، إن هذا النذر واجب يجب عليك فعله، لقوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذا سمحت هي من قبول النذر فإنك تتصدقين به على محتاج غيرها. نعم.